تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على مستوى البث المباشر هنا في الصفحة المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة. تحياتي لكم جميعا، أي زول الآن فتح البث أو ظهر له الإشعار أو دخل اللايف، مرحبا بكم. وما داير أطيل في المقدمات، وما من عاداتنا إنه اللايف يكون بدري أو في زمن زي ده، لكن مرات الأشياء أو في أحداث بتجبرك على إنك تكون حاضر في وقت محدد، حتى لو تقطع برنامج أسري ولا عملي ولا أي حاجة. اهلا وسهلا هديه، اهلا بك واهلا بكل الشباب معانا في التعليقات والاشقر وغيره. شوف يا اخواننا، انا لا اريد ان اطيل الحديث البته، خلاص لايك وشير، خلاص لايك وشير، استلموا الحاصل ده. خلاص لما تعمل لايك تعمل شير بتساهم في انه اللايف ده يظهر لغيرك، ظهر لغيرك بيظهر لقيادات الدوله، ظهر هم متابعين اصلا، لكن قيادات الدوله متابعين اللايفات كويس عند الناشطين، ظهر لقيادات الدوله الرساله وصلتهم، نحن دايرين نوصل الرساله دي يا جماعه، نحن دايرين نوصل الرساله دي، فبسرعه بسرعه عاجله ادونا لايك شير، اللايك اسفل الفيديو على يدك الشمال تحت، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين، زايد ملصقات ملصقات ملصقات. يا سادة المجد الكرام، يا شعب السودان الطيب الكريم، يا حكومة السودان، يا عساكر السودان، ما يحدث في النيل الأزرق هو وصمة عار على جبينكم كلكم، ما يحدث في النيل الأزرق هو مسلسل لتطهير عرقي، ما يحدث في النيل الأزرق تعدى مرحلة النزاع القبلي، ما يحدث الآن في الدمازين فات مرحلة إنه يكون صراع بين فلان وفلان ولا إعلان وإعلان، فات الكلام ده تماما. ولا شنو يا مالك عقار، كل ما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، الله يطفي نارك ما تقوم ليوم القيامه يا اخ، الله يطفي نارك يا اخ، انت ويرجع عليك كمان، وانت سبب المشاكل، انت سبب المشاكل اصلا، انت يرجع عليك يقول لك الناس بتموت الان في الدمازين، تقول لهم امشوا شوفوا اللجنه الامنيه بتاعت الولايه، انت فاشل ولجنتك فاشله، انت الافشل، انت الدماء الناس دي في رقبتك، انت اليوم الدين، دماء انت مش حاكم الاقليم ده، مش قلعت وقلع في الوثيقه، مش بتعجبها واصريت انك تكون حاكم النيل الازرق، يلا الان الناس اللي بتموت دي بسببك انت، وانت ما مقبول عند الانقسنه، قبيلتك ذاتها نابزاك، قبيله الانقسنه نابزاك، انت الان بتسبب في فتنه، الان انسان الدمازين، انسان النيل الازرق بيتكلم عن انه مالك عقار هو السبب الرسمي في الموت اللي قاعد يحصل ده. في الموت اللي قاعد يحصل ده. وين البرهان؟ من الكلام اللي قاعد يحصل ده؟ وين؟ انتوا دايرين اننا نسكت؟ دايرين اننا نضحك؟ الكلام ده الليله لو كان لا قدر الله في حته من كل حتات السودان، نسال الله انه الحرب ما تكون. لكن لو الكلام ده الليله كان زي احداث، تذكروا هيئه العمليات لقت صدى واسع كيف؟ تذكر الناس دي كلها تعاملت مع الامر بجديه كيف؟ لكن الان لما يموت انسان خارج الولايه ما في زول بيشتغل به. ولا في زول بيشتغل اصلا باخباره. وين الناشطين؟ وين ناس اللايفات؟ وين زملائنا في اللايفات؟ وينكم؟ حرام عليكم اللي بيموتوا ديل اهاليكم اخوانكم. زول بيتكلم معي قبل شويه بيقسم بالله بانه راى شخص بدون راس. دي الحرب اللي بيتمنوا عليك البعض. دي الحرب اللي يقول لك خليها تكتم. انت قادر تتحمل الكلام ده؟ كويس؟ انت قادر تتحمل الكلام ده؟ ها؟ يطمي الابد. خلاص؟ يطمي الولد. وحزن الابد كويس، وحسره لا تنفد، فقد حليل وانتظار قتل اخ بعد قليل، وبين هذا وذاك زرع الاحقاد وتفتت الاكباد. دي الحرب. زمان العرب كانوا يسموها قلنا الكريهه، الحرب ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم دي حتى الصحابه رضوان الله عليهم، حته القتل دي بالمناسبه ما سهله، لكن بعد قليل كره لكم، لكن لما يكون ربنا يامرهم اول ناس قدام يعني، فهمت؟ كره لكم، العرب بيسموها الكريهه الحرب دي. اللي بيحصل ده الان جريمه مكتمله الاركان بتاعت اباده جماعيه وتطهير عرقي، ده مالك عقار يا قحات اللي كنتوا قادين لنا بيه يا كذبه. ده مالك عقار اللي قلتوا حيحمي الديمقراطيه في السودان، شوفوه بيسوي شنو في النيل الازرق. شوفوه بيقتل الناس كيف؟ من وين الناس اللي جابت السلاح؟
تم الهجوم على جسم بتاع شرطة قبل شوية. الكلام ده انا حادخل زول بعد شوية ان شاء الله على الهواء، واي زول من المناطق دي يا ريت انه يجي في التعليقات هنا. اتكلم الان شهود العيان بيتحدثوا عن انه تم اقتحام جسم شرطة، ها؟ والرقم القاعد يا جماعة في الصفحة الناس بتتصل لي عليه طوالي، اللي هم من النيل الازرق ومن وين من المناطق دي كلها، كويس؟ تم اقتحام قسم شرطة وتم الهروب بتاع الغوات الشرطية. تخيل معي قسم شرطة فيه 10 ولا 15 فرد ولا 7 ولا 8، فجأة كده يهجمون 500 600 700 نفر، والبنجلومز التيار السلبي بتاع الحماس منطلق في الناس بشكل ما عادي، فيهم ده تقلع في القسم وتفك الناس في الحراسات، وده خطر بالمناسبة، دي مشكلة تانية كمان أمنية، والأمنية الثانية الأكبر كمان الأفجع. شيلت السلاح بيتكلم عن إنه الآن في مواطنين اقتنوا قرنوف، كويس، وأسلحة رشاشة الآن اتشالت، صواطير هجوم، هجوم في بيوت الناس. إن شاء الله يا أهلنا في الدمازين إنكم من الآمنين، إن شاء الله نجوتم من القوم الظالمين، إن شاء الله يا رب، ربنا ينجيكم من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد، كويس؟ نسأل الله يأمنكم ويحفظكم يا رب العالمين. أدعو لهم، أدعو لهم يا جماعة، ربنا يحفظهم ويأمنهم. فين ده؟ الرسالة دي قالوا الليلة حميتية، وسائل الإعلام تحدثت عن إن حميتية الليلة جاي من دارفور، وتقريبا لمناسبة خاصة وراية، هي حتكون سياسية لكن تحت مظلة خاصة. طيب حميتي الآن قاعد في الخرطوم صح؟ مالك عقار هناك قاعد، قال في النيل الأزرق مش كده؟ يكون جاهز ما بيقعد، من الحرب دي تدور زي ده ما بيقعدوا، فهمت؟ مالك عقار أنت الآن خليناك أنت، لأنه ما بتمثل قيمة بقيت بالشكل ده، لكن حميتي الآن أنت قاعد كويس؟ اللي بيحصل ده في مسؤوليتك أنت، ما برهان لسه قاعد هناك، وكلكم مسؤولين كعساكر، كلكم امام الله بيوقفكم مسؤولين، قفوهم انهم مسؤولون، اتذكر الكلام ده كويس، خلاص؟ الان انت مسؤول مسؤوليه امام الله مباشره. يا ناس حركوا طيارات من هنا، حركوا قوات خاصه، وحركوا قوات ما بتتبع للمناطق ديك، نزلوهم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بغت حتى تفيء إلى أمر الله. أنت النازل عشان إنك توقف حرابهم أو احترابهم وقتلهم ده، أول حاجة عليك تحجزهم على القتال. القوم كادوا أن يتفانوا، لقد كانت الحرب في الجنوب زمانا طويلا، وفي دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب الإبادات، حتى كاد يتفانى الناس، ثم اصطلحوا واحتجزوا على القتال وتهادن القوم وجاءوا بالاتفاقية. الآن مالك عقار لما بيشعر نفسه ما مشعر ما مرغوب فيه وما مقبول من الأنقسنة، بيجي بحرش القبائل الثانية إنها تصارع. امبارح قواته بتاعت الحركة الشعبية بتاعت مالك عقار وصلت للمنطقة قبل الجيش. ممكن توريني مدرعتك اللي بيجيبها شنو امبارح؟ ممكن توريني الكلام ده؟ ممكن توريني الجيش جابوه هناك وهم يعلموا علم اليقين بانه الجيش الموجود الغالبيه بتاعته من ابناء المنطقه؟ تجيب لهم جيش ليه من ابناء المنطقه؟ ما حيحصل انحياز، معروف الكلام ده في كل القوانين. الموضوع ده لو عادي انا كنت اتكلمت في اللايف ده بهدوء، لكن الموضوع ده ما عادي يا جماعه، واللي بيستهتر له يبقى واهم. اتحركوا بسرعه، ودوا قوه ما بتتبع للقبائل دي، لا من البرتا لا من الهوسة، جيبوا قوة في النص خطوها. انتباه، هاي حظر تجوال، فهمت؟ جيبوا الجنود دي خليهم واقفين كده، حظر تجوال ما بيزر يتحرك، انتهى الكلام. لغاية ما بعد ذاك الناس يدقوا شوية، وبعد ذاك يشوفوا منو الغلطان، وبعد ذاك الأقسام تشتغل والنيابة تدور والمحاكم تتحرك، لكن ساكت كده. تودي لهم ناس من قبيلة وقبيلة، كده نفترض يا جماعة، كده بس نفترض، نفترض خلاص؟ مثلا ناخذ في راسنا الجيش ده، مثلا قالوا له تعال دق الثوار مثلا، كويس؟ الجيش مثلا نقول فيه ثوار كثيرين، ناخذ يعني فهمت، او الشرطه اقول فيها ثوار كثيرين، حينحازوا للثوار صح ولا لا؟ في الغالب اذا هم ثوار جد جد حينحازوا صح؟ طيب الليله انت بتخوض ناس هنا من القبائل المستر، انا داير افهم الحكومه دي سياستها دي لشنو؟ لما قامت في كسله برضه بتجيب عساكر من نفس المنطقة، بيحصل انحياز.
لما حصل الكلام ده في الجنينة برضو بنفس الطريقة، لما حصل في غرب كردفان بنفس الطريقة. السبب شنو؟ والكلام ده من عهد حمدوك بالمناسبة، من عهد حمدوك في انت بدت منه هناك اصلا، وبعد ذلك جو العساكر واصلوا فيها الحرب بتقوم في عهده، وهو بيتحدث لك عن الختان وبيتحدث لك عن شنو ده كان حمدوك اللي بيتكلموا عنه، اللي قالوا كان داري يودي السودان كوكب المشتري في انت عشان يغشوك بالاعلام ما اكثر من كده. طيب الان يا هنديل العساكر ابعدوا حمدوك، ابعدوا المعاون، وقالوا هم ينسحبوا، وقالوا داري يتفرغوا للشؤون الامنيه. طيب دي ما شؤون امنيه؟ الله يبدأ لكم انتوا عساكر، انتوا الغاده، انتوا القاده في المجلس السيادي، ها انتوا المسؤولين الان، انتوا المسؤولين. وانت يا ناشط انت المسؤول من كلمه الحق امام الله اللي ما داير تقولها، انت اللي ما داير تكتب في صفحتك، انت اللي ما داير تتضامن، انت اللي ما داير تطلع لايف لانه في فهمك لا 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 انا ما بطلع عليه ليه كده يعني. من زملائنا اللي نحن بنعرفهم، انا تواصلت مع كم واحد في ده يعني، في نوع يقول لك لا انا ما بطلع والله الا يكون في الموضوع الحزب الفلاني او موضوع كذا او كذا او كذا، ما بطلع عليك للموضوع ده. اي معلش في ناس بعذرهم، في ناس كده، لكن في البعض ما عنده العذر. فهمت؟ وين كوادر الاحزاب؟ وين؟ فهمت؟ ده مالك عقار اللي قلته بيحمي البلد. خلاص؟ يا هو دعم الناس زي الان. انا حاتصل اتصال مباشر، كتروا يا اخواننا اللايك، كتروا الشير، انا حاتصل اتصال مباشر، خليكم حاسمعكم مكالمه من هناك من احد الشباب اللي هم موجودين. انا ان شاء الله اسال الله انه الصوت ده يكون واضح عندكم، الصوت ده ان شاء الله يكون واصل عندكم تماما، عشان لو الصوت ده ما واضح تبقى مشكله. فاللايك والشير يا شباب، اللايك والشير كويس، اذا الصوت واضح اكتبوا لنا تمام ان شاء الله. حنواصلكم مع احد الشباب اللي هناك اللي شاف خلاص ثلاثه قتلى كويس قبل قليل في السلاح الطبي بتاع المنطقه هناك في الدمازين، ثلاثه قتلى قدامه كويس. الناس هجوم عنيف، أقبلت الفتن كغطاء الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى، اللهم اقبضنا إليك غير مفرطين. والله الذي لا إله إلا هو، الفتن أقبلت تماما، والله العظيم أقبلت تماما كويس. عشان كده كون أنت طيب، أنا شغال في الاتصال خلاص، عشان كده خليك أنت مركز على إنه بيحصل شنو. السلام عليكم. عليكم السلام. شباب ان شاء الله الصوت بتاع الشاب ده واضح. استاذ كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. والله بخير الحمد لله. كيف انت؟ تمام. الان نحن على البث المباشر، وانت من الدمازين ومن المنطقه، فيا ريت كده تشرح للساده المشاهدين الحاصل الان يعني، او من الصباح للان. طيب دقيقة خليك معنا شباب، صوت الاتصال واضح. الشاب اللي انا مستضيفه ده، ويا ريت الناس تعمل لايك على التعليق المثبت، الشاب اللي انا مستضيفه ده هل الصوت واضح؟ طيب استاذ انت اتكلمت قلت انه في موت حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب وين دور مالك عقار هنا في الموضوع ده؟ في واحد من المشاهدين بيسالك بيقول لك عقار وين؟ بين البرد بين ال مش اسمه بين اللهم صل على سيدنا محمد عليه حاجه يلا ده واصل دخل الحوزه
طيب الليله انا حصل شنو الاحداث؟ يعني زي ما قلت انت فوضى وقلت في موت، فكده اشرح للناس الفوضى شنو، الموت كيف يعني، او ماتوا كم يعني، اشرح للساده المشاهدين. في ناس برا السودان وخارج وداخل السودان. أفلت الجنون من عقاله للأسف الشديد. طيب القتلى الحصيلة بتاعتكم الليلة كم اللي هي في الدمازين؟ في الدمازين؟ نعم والله ما لنا عدد أكثر من الليلة، الليلة أكثر حتى من 32 نفر. نعم نعم الناس اللي ماتوا الليلة كم؟ أكثر من 32 أكثر الليلة؟ والله يا شباب اللي بتسمعوا في اللايف ده، دي البشر 32 الليله اكتر من 32 بيموتوا يا عساكر، بتسمعوا في الكلام ده بتسمعوه كويس كويس. اها المشكله اجاب الموت كتير ليه؟ لانه الجيش اغلبيه هم الفرده، يعني حتى ليله منتشره دعم السريع، دعم السريع لو كان جانا افضل. طيب في ناس هسه بيتكلموا عن انه الدعم السريع فيه جزء كبير برضه من ابناء المناطق دي. نعم. طيب دقيقة يا كابتن، في ناس بيقولوا لي الصوت شباب دقيقة بس لحظة خليك معي شباب. طيب كده اتكلم الصوت كده واضح كده اتكلم؟ نعم كده اتكلم. نعم ايوه اسمعك انا سامعك. اي طيب كده كده يا شباب انتوا سامعين كده صوت الشاب ده كده يتكلم يا كابتن؟ حتى الان مهم يعني حتى يعني معلش كده اذكر اخر معلومات كنت ذكرتها قبل شويه، لانه في ناس بيقولوا الصوت ما واضح. كويس تمام. انا اصلا المشكله قلت لك الجيش ده اغلبيه البرده، والشرطه هنا بتاعتنا هنا اغلبيه البرده. يلا دي المشكله، هم ضربوا الحوشه، هم ضربوا عنا الحوشه، هم قالوا انه مشكله مع الحوشه مع الثلاجه ويعني البرد. وهسه طبعا سوق جنيه حاربوا تماما، في ناس عندنا مواتب، في ناس عندنا سكر، السوق حاربوا تماما، سوق الرفير تماما، ما قالوا لهم ولا حاجه تماما. هسه الناس دي في ناس جاريه شوفها صغار ونسابين، يعني الناس دي طالعه. انا هسه بتكلم مع الناس دي، انا كان في عربيه ما لاقي والله، عشان اصلي امي ان شاء الله انكم من الامنين، وان شاء الله كل السكان من الامنين. كويس يا ريت كده. في ناس بيسالوك قالوا لك اللجنه الامنيه وين؟ اللجنه الامنيه؟ نعم الحاكم قالوا ما فيش اللجنه الامنيه دي، بس هناك بتاع الشرطه فقط، بتاع الشرطه بس. الحاكم قالوا ما فيش، الحاكم قالوا ما نعم الحاكم قالوا نعم. طيب في ناس بتسألك برضو بتقول لك وين مالك عقار كحاكم الإغليم؟ مالك عقار هو السبب، هو جاء أيت في منطقة سموها الديزة، أيت مع ناسه فقط، ما جت دمازين، أيت مع ناسه سوى الفتنة دي وهات الزام، لو هو بيان الله أعلم. كويس. قلت لي تقدير عدد يعني كده، اوصف الحاله الامنيه هناك الان، يعني عدد القتلى والحاله الامنيه في الشارع كيف الان، والوضع الامني. الوضع الامني ما في امني والله، نهايه والله ما في امني، بس القوي ياكل الطيب، القوي ياكل الطيب والله. يعني احنا ما ولا اننا سلاح ولا اننا جهه الا وكال، بس كتلان وكال، وفي ناس خايفين، ناس السكاكين لكن والله حتى الان الجيش يقولوا هناك طب البروج بتاعهم شايف اسكر الجيش جاري هدي انا بتكلم مع اسكر الجيش جاري اصلا ماشيين قياده، انا اصلا جنب القياده طبعا. الجيش منسحب ولا شنو؟ لا لا الجيش هنا جاريين القياده يعني، هم هناك طب البروج ضد البروج بتاعهم. ايوه حتى الان ذخيره شغاله،
اخوي قال لي يا اخي عليك انه فتش لي عربيه لو باقل مليار بمليار عليك انه فتش لي يعني هو محبوب يا اخوان الشاب الشاب اللي بيتكلم ده من النيل الازرق ومن الدمازين ومن لب المعارك الان يعني كلامه اللي بيقوله ده ما من الخرطوم ولا من اي حته والله محبوس قال لي والله انا لو اي عربيه ان شاء الله لو من يطلع وذكرت قلت شنو الان بيحصل شنو في البيوت كده يا ريت تعيد النقطه دي الان في بيوت البركه البركه بيحجموا بيحجموا مثلا بيوت الحوسه بيحجموا اي بيوت الحوسه بيحجموا بيحجموا بكسروا بكسروا البيت بيهجموا المنازل جوا المنازل هاي المنازل هم اصلا المشكله ذاك هم يعني البيوت دي البيوت دي حقات هم والارض حقهم الحوسه دي الناس لاجئين ناس لاجئين يشيلوا منها من التنادي وما انه حب يسكن هنا والارض برضه يستفاد منها ما يعني دول الناس البلد ده كلامهم لا اله الا الله اي والله يا اخوان هذا شاهد عيان بيقول لك انه الجيش هو اللي بيقتل لانه ابناء الجيش من ابناء المنطقه هناك القوات بتاع الجيش من ابناء المنطقه فحصل انحياز قبلي كويس طيب الان المطالب شنو يا استاذ الان المطالب نحن كلنا معاكم ومتضامنين معاكم وبنضغط اعلاميا بقدر ما نستطيع وتصل الكلمه لاعلى مستويات الدوله لكن انتم مطالبكم شنو الان المطالب دارين لنا الجيش من المدني من الخرطوم يكون من الجيش من مدني من الخرطوم ده مشتري المهم يكون منتشر في الاحياء منتشر في الاسواق بس ده اهم حاجه الان نعم نعم طيب في زول بيقول لي برسل لك فيديوهات يا احمد الضي اللي هي في الاحداث دي الرقم مكتوب قال لي ارسل لك في رقمك الرقم مكتوب في الصفحه بتلقاه فوق فان شاء الله هنا طيب شكرا لك يا ابو الشباب نحن حنتواصل ان شاء الله معاك ومع عدد مع الشباب ديل الان يا اخواننا بيحكوا لك عن انه في هجوم على المنازل في هجوم على البيوت خلاص طيب وينهم يا استاذ ابراهيم؟ الخمسة الوية ديل وينهم؟ انت عارف الخمسة الوية ديل يا ابراهيم كم؟ كويس الخمسة الوية ديل 10,000 اللي هو الواحد فيه 2000 نفر كويس او 2000 جندي كويس شباب لايك شير لايك شير وصلوا معانا الرسالة والتعليق المثبت ده اضغط عليه لايك اضغط عليه لايك خليه يظهر للناس 2000 نفر ديل لواء خلاص لانه اربع كتايب خلاص فخمسة الوية ديل مشوا وين؟ ومشوا 200 فهمت؟ والحكاية ذاتها ما محتاجة كدور ده كويس يا جماعة اسمعوا الكلام ده كويس اللايف ما قديم يا ياسر اللايف ده الليلة الليلة يوم كم 16 ولا كم الليلة يوم السبت يوم 16 كويس سادس ايام العيد ولا سابع ايام العيد كويس طيب اللي بيحصل ده لشنو اللي بيحصل ده لشنو والهدف من الكلام ده شنو كويس الهدف من الكلام ده شنو طيب انا بسأل من السلطات طيب اجيفوا يا اخواننا لحظه نعم يا كابتن انت معانا على الهواء عليكم السلام لا اله الا الله دورت وين في الدوحه في الدوحه في الدوحه الدوحه التمارين التمارين الدوحه نعم طيب اللي هو اشتباك اسلحه ناريه برضو اسلحه ناريه يا انا بديك الشرطه هكلو هكلو نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمنكم الله أيها الشيخ، أمنكم الله، أمنكم الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك الحمد. الله يحييك، كويس الحاصل شنو يا مولانا؟ قال لنا قبل شوية تاني اندلع. الحاصل والله بس يعني قضية كده بين الحوسة والبركة. المسألة كلها مسألة جمار، جمار، والمسألة دخل فيها نوع من الحدث. يعني الهوسه طبعا ناس عم تجي ناس يعني بيخدموا وكذا الهوسه طبعا زي ما بيقولوا يعني في الزراعه هناك النواحي في التجاره برضه والري وكذا يلا نعم زي حسدهم اول شيء مشوا يعني نابوا البوتيكات لكن حقت الهوسه ديل منو؟ شوف الرسول ال 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 النهب منو؟ ديل البركه
البرت نابو. طيب يا اخوانا خليك معانا الشيخ ديه. يا اخوانا الناس اللي بتقول لي استضيف، انا هستضيف ان شاء الله زول من الطرف الثاني ايضا، ما هي عداله في النهايه. كويس، ما في مشكله ان شاء الله. تفضل يا شيخ. نابو وضريف يعني يا غازي. اولادهم طبعا اولادهم في الجيش والبوليس مسلحين بيضربوا في الهوزه. نعم مسلحين بيضربوا في الهوزه، يعني معظم الطريق بيفتح يعني بسلاح. نعم سلاح وموت، موت كثير جدا جدا. لا اله الا الله. نعم والله العظيم ما جايين اي عندهم سلاح، بدل واحد يجي يجيب لهم ركاز ولا يعني. طيب الناس بتسألك وين الحاكم؟ الحاكم ده عامل كان طلع بيان كده بأنه يعني في المستشفى حاطط رئيس الجوال من الساعة 6 للساعة 6 وتفرغ الجموع وفي 30 حد يعني كلامه ده على الطريق لا حول ولا قوة إلا بالله. على الطريق شغال أكيد كلامه ده على الطريق شغال أكيد المواطنين طلعوا نعم كويس. شكرا شكرا لك الشيخ الجليل، شكرا لك وشكرا لك الشيخ قبله. ونحن ان شاء الله زي ما قلنا هنستضيف اي زول من الناس يعني في زول داير دعوه، ممكن اكتب لنا دعوه. كويس اي زول داير دعوه اكتب لنا دعوه، اي زول داير دعوه اكتب. طيب نحن يا ريت يكون لكن من ابناء المنطقه يا اخوان، نحن دايرين نعرف الحاصل ودايرين نجيف مع الناس، ما دايرين انه يحصل تشظي. كويس الزول اللي بيتكلم ممكن يخطئ في حاجه، ممكن يصيب في حاجه. كويس ممكن، لكن كمان من المنطق كده من ناحيه المنطق برضه اللي بيحصل ده غلط وغلط كبير جدا. خلاص غلط وغلط كبير. معانا من النيل الازرق برضه اكدوا على الحاصل. طيب مجدي صديق بيقول في حرق تم لبيوت كمان في جنيس وجنوب الرسيرس، وتم حرق محلات تجارية بسوق الرسيرس، حسبنا الله ونعم الوكيل. كويس طيب جيب لي. نعم شكرا. طيب احنا هنعمل اتصال برضه يا اخواننا، هنعمل اتصال اللي هو لناس من نعم يا اخواننا خليكم معانا. نحن الان بنتصل على شخص. طيب السلام عليكم، كيف يا استاذ؟ طيب نحن استضيفنا ناس الان من ارض الحدث، انت معي الان في البث المباشر، فيا ريت تشرح للساده المشاهدين الحصل شنو الليله والتعداء لو في حصيله، يعني قديم الحاصل كاملا كده. انت الان معانا على الهواء الان. الكلام ده كله كان في الجهه الشرقيه بغازي تحت دوار غنيف والرزيرف. الو نعم نعم اوكي. صوتك واصل واصل. كانت في غنيف والرزيرف امتدت حوالي ساعتين كده. حتى احنا الهوسه مرقوا النسوان وهم قاعدين الرجال رام بغازي، وانتشر الثاني القبيلة. طيب يا اخواننا الخط قطع، الخط قطع، وطبعا هم قاعدين في منطقة ايضا ربما هي مشكلتها بتكون كبيرة حتى في الانترنت. ربنا يحفظهم خلاص، وفعلا ربنا يصلح يعني ذات البين. السلام كده ادانا مقفول. كويس احتمال يكون لا. كويس طيب ربما يكون الان الشبكه ما خلته. طيب فوضى من الحكومه وليس اكثر. طيب الان يا اخواننا بيبقى السؤال، وين القوات النظاميه؟ كويس وين القوات النظاميه؟ وين الجيش السوداني اللي قلت من مصنع الرجال وعرين الابطال؟ وينهم؟ وين قوات الشرطه اللي قلتوا رادعه في كل لحظه؟ وين قوات جهاز المخابرات اللي قلتوا في لحظه بيحسم الامر؟
وين جهات قوات الدعم السريع اللي قلتوا جاهزيه سرعه حسم؟ وينكم الان؟ اللي بيحصل ده مشكله. اي قائد عسكري الان في امكانه لو حميدتي لو برهان لو منه بسرعه الان يامر ويوجه قوات الان تمشي قوات محايده وتوقف القتال الحاصل ده. الا ليت قومي يعلمون؟ الا ليت قومي يعلمون؟ في الحكومه اقصد. شباب اسمعوا الكلام ده كويس. طيب قال لي دينا طرف محايد يا اخوان. انا الناس بتتصل علي من هناك. انا ما والله العظيم يعني يمكن الزول بالكاد اكون عرفته من تعليق يوم. طيب هو متصل الان وزي ما قلت لكم يمكن يكون منطقتهم فيها شبكه. شباب لايك شير يا اخواننا واللايك المثبت على التعليق المثبت تحت. مرحبا بك يا كابتن، معلش الشبكه قطعت قبل شويه. نعم اتفضل واصل. حوالي الساعة 8 كده 7. نعم شغالة. هو حد الجيش ضرب البازوكة في حمد ضرب أربيجي تقصد؟ ضرب البازوكة اللي تجمع في الحلوة كلها في الجيش. طيب الآن في شكاوي من إنه الجيش أبناؤه هم او من ابناء النيل الازرق، يعني في تحيز حاصل قاعد يحصل اغتيال الان من الجيش. طيب معلش الشبكه هنا الهجوم على اللايف كثير، معلش عيد المعلومه الاخيره دي. قلت لك هو حد من الدعم السريع تحركت من الغوط الجنوبي معسكر بدعم تحركت على السوق حوالي بتاع 13 لاندي. 13 شنو؟ لاندي تاكد الدعم السريع تحركت على السوق. طيب والجيش؟ والله البازوكه شنو؟ ار بي اي ولا غزيفه الدبابه تقصد؟ غزيفه كبيره. تقصد الكبسه. والله لا حول ولا قوه الا بالله. مرات صافرات الانذار برضو. نعم. طيب بس الان في ناس بتشوف انه في اغتيال بيحصل. اذا انا بس اقول سيره المشاهدين ايضا والمتحدثين اللي قبلك انه في زول بيكون راكب في العربيه بيجوا بنزلوه لانه هو هوساوي بيدوه طلقه في الجيش انحاز للهوسه. فكده يرد على النقطه دي. والله يا بحميد الكلام ده حاصل في الكوبري، كوبري الوزاره الفنيه الكوبري اللي هو تحت الوزاره لجوك. انا سمعت من يعني انه بيحكوا بيقولوا ما قاعدين يضربوا. طيب بيتم هجوم بلمهم من المشاكل ومن كده ومن الفتن، لكن ما تبعد انه بعد اي دول بطلنا ولا ما تقصد انه الجيش بيشيل النازل وبلمهم ما بيغتالهم، يعني بيحفظهم في مكان امن؟ بيحفظهم في مكان امن. ايوه نعم نعم كويس، لانه في معلومات تواردت كثيره كده. والله حتى انا كان قاعد معي الدكتور في البيت هنا جان بني امانه قال لي انه في المستشفى الملكي، قال لي انه في ناس بيجوا مضروبين طلعت عزيز، قال لي يعني ما انا بالنفر انا عطاني عشان انا ابو شك. قال لي قتال غريب 16. الكلام ده حكي. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا ريت توري الناس الحتة وين بالضبط، الحي وين والحلة وين، والحصيلة اللي عندكم والحاصل شنو الان بالضبط؟ والله يا ابن حميد الحاصل في المنطقة الشرقية في غادي اهو باحتفال وصارخ وغنيم و نعم نعم مشاكل غضبيه من الحوزه ومحلنا البرده محلنا الحوزه وانكسرت. المشاكل دي كانت في النبي، لكن الليله زادت زياده حياديه يعني. تشعر انه في وراء الكلام ده جهه؟ تشعر انه في جهه محركه الكلام ده؟ ما تعمل. قلت لك تشعر انه في جهه محركه الموضوع ده؟ لا ايوه صح، في جهه محركه الموضوع ده اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله، والله دي مشكله كبيره. طيب انا بشكرك جدا استاذنا
لو في زول عنده لك سؤال او اسئله ان شاء الله برجع لك في اتصال ونشوف الحاصل. يا اخوانا اذا في زول هنا ممكن يعمل دعوه نحن ممكن نجاوبه، لكن احنا دايرين ابناء المنطقه اكثر حاجه. نحن مسكناكم كثير 34 دقيقه، انا ما اقدر اطول كتة في البث، لكن الرساله دي لكل عسكري، الرساله دي لكل ضابط، الرساله دي لكل زول بيقول هو نظامي قانوني. خلاص قاده البلد، ناس قاده البلاد، خلاص انتوا الان المسؤولين مسؤوليه مباشره امام الله عز وجل عن الاحداث اللي قاعد تحصل دي. خلاص الاحداث اللي بتحصل دي مسؤوليتكم انتوا، خلاص دي لا مسؤوليه لجان المقاومه ولا مسؤوليه بتاع دكاكين ولا مسؤوليه موظفين ولا مسؤوليه دكاتره ولا هناك، دي مسؤوليتكم انتوا. وبالمناسبه كده برضه في نقطه صحيحه، انا ده رساله حقيقه مهمه شديد. صحيتوا لجنه الاطباء المركزيه وين؟ صحيح كده وروني يا اخوان. انا ما مستهدف الناس اللي بتقول لي انت استهدفتها، يا ناس انا ما مستهدف لا جيش لا غيره. انا بتلقى اتصالات من ناس النيل الازرق بيقولوا لي حاصل كذا وكذا وحصل من الجيش كذا وكذا. الزول ده لما قال قبل شويه انه الجيش ما قتل، تمام مشينا الموضوع، فين ده؟ ما انا ما قاعد في ارض المعركه وانت ما قاعد وانت ما قاعده، فين ده؟ القصه عشان تكون واضحه، ما في اي استهداف، فين ده؟ ما في. انا واحد من الناس لما الجيش ده اشتبك في الحبشه او في هنا في الفشقه، انا واحد من الناس طلعت لايف قلت انه الناس بتصطف خلف الجيش الوطني في حاله زي دي، فين ده؟ فده كلام حاصل، خلاص الكلام ده مرسل لكل القوات، خلاص انه تحسم الفوضى دي الان وبسرعه، خلاص الناس دي ارواح غاليه، خلاص ارواح غاليه عند ربها، ارواح غاليه عند اهلها، كويس؟ الناس دي الان بتموت وما في حسيب ولا رغيب، فجأة البلد تتحول الى فوضى، دي الحرب، دي الحرب ياها. واحد بيقول لي انا شفت زول بدون راس، شفت زول بدون راس. واحد بيقول لي شفت زول راسه مفتوح على كل الاجزاء، معناه طلقه جرانوف في الغالب، خلاص؟ ودي ممكن تكون من الجسم اللي اتشالت منه الحاجات، خلاص اللي تم الهجوم عليه هناك، خلاص؟ يا ناس السودان ده ما الا الخرطوم، الحدث ده لو كان في الخرطوم كان الباشطين ديل الليله قوموا الدنيا دي وقعدوها. الدمازين اللي انطلقت منها الثوره، الدمازين التاريخ، الدمازين دوله، الدمازين اسماء، الدمازين عماره دنقس او عبد الله، في انت؟ نحن بنتكلم عن الدمازين اي ارض البراغيث كما يقال. نحن بنتكلم عن ارض يعني عن بشر، عن انسان بيموت بيقتل. وين العداله؟ وين القوات النظاميه؟ وين النازل يا اخواننا؟ كويس؟ وين النازل؟ في انت؟ الكل بيموت. خلاص؟ وين لجنه اطباء السودان المركزيه؟ ولا دي الا الحدث لما يحدث في الخرطوم. وين لجنة أطباء السودان المركزية؟ الجسم الهلامي اللي ما في زول عارفه ده، فين ده؟ وينهم الآن؟ زول بيقول صوت الذخيرة داخل الدمازين، ده في تعليق تحت، كويس؟ الآن وينكم؟ كل الناس اللي بتشتغل بالأحداث وبتغطي لو زول عدى طلقة اللي بيموت الآن مقتول مظلوم ده زيه زي المرق موكب وعدى طلقة قتلوه، ده شهيد وده شهيد يا أخي. وين الاعلام بتاعنا؟ وين النيل الازرق؟ وين السودانية 24؟ وين تلفزيون السودان؟ وين الاذاعات؟ وين المواقع؟ وين الصفحات؟ فينكم يا ناس؟ اصحى اصحى، النيل الازرق بتموت، بتتحرق، الحرب الاهليه بتدخل في الحرب الاهليه بتدخل في المرحله المتطوره. وزي ما بيسأل عمر حامد وين بقية الناشطين؟ وينكم انتوا؟ وثاني بعيد، الحدث ده الليلة لو كان في أقصى الخرطوم كان لقى اهتمام. الليلة الحدث ده ها؟ لو كان واحد من الحرية والتغيير من قياداتهم اتجرح في إصبعه كده كان تلقى هاشتاجات وجوطة عشان تعرف النفاق طبعا. لكن لما يموت النيل يموتوا ناس النيل الأزرق ما في زول بيشتغل. لما يموتوا في دارفور ولا كردفان ولا الشماليه ولا نهر النيل ولا الجزيره ولا النيل الابيض ولا كسلا ولا بورسودان ولا القطارف ما في زول بيشتغل بالموضوع. لكن اول ما تبقى الحكايه بس موكب، واي والله ده شهيد وذاك شهيد، ان شاء الله كلهم عند الله شهداء. زول مسكين قاعد يا اخوانا جه زول قتله، ها ما شهيد؟ المسكين؟ يا جماعه الحق ابلج والباطل لجلج. الحق ابلج ها والباطل لجلج. والناس الدارين ان نسكت على الكلام ده احنا بنسكت.
القبائل دي هناك عايشة في السلام، لا سمعنا الهوسة دي اللي قاعدين يشاكلوا، ها، ولا سمعنا البرتة قاعدين يشاكلوا، الناس دي عايشة في حب ووئام وسلام. فجأة كده جهات سياسية تحرض، امشوا قولوا والله نحن دايرين نبقى. ويا اخواننا البرتة، ما البرتي، في ناس قاعدين يلخبطوا، فهمت؟ ما البرتة كويس، ما البرتي، البرتة، البرتي ديل شمال دارفور هناك، ومبارح ذكرنا الكلام ده في اللايف وفي المنشور كويس. وعشان كده كويس ال 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 البرتي شمال دارفور، والبرتة ديل هنا اليوم كويس. وين لجنة أطباء السودان المركزية؟ أوعى تطلعوا بيان بعد ده، أهي انكشفتوا كان طلعتوا ولا ما طلعتوا، الأمر سيان. أنتوا ما عندكم أهمية للبشر أصلاً، أنتوا جهات سياسية بتخدم بس، ما أكثر من كده، ولعوبة في يد غيركم، لا أخلاق لا أي حاجة. وين شرف العسكرية الآن؟ الزول بيتكلم قبل شوية بيقول إنه في قوات من الدعم السريع اتحركت، طيب أمشوا اتحركوا بسرعة، ألحقوا الناس دي، ألحقوهم. ما تقولوا ده عربي ولا ما عربي، ما تقولوا ده هوساوي ولا ده، أرحموا الناس كلهم، أمنعهم عن القتال. فهمت؟ الجيش وده قوة ما تابعة للناس دي أصلا. وإذا كان وصلت قوات الدعم السريع أولا وقدرت وقدرت تحمي الناس دي ووقفت القتال، بيجي حميتي بيكون عنده سي جديد في الملعب السياسي على حساب البرهان وعلى حساب قوى الحرية والتغيير. تشوفوا الكلام ده بعينكم، فهمت؟ تشوفوا الكلام ده بعينكم. الزول بيسلم يقول لي مالك ما قلتها، ما شفناك قلتها، وين مالك عقار، وين حركات الكفاح. انت جيت متاخر بس يا كابتن، انت جيت متاخر يا حمد النور. لو فتحت اللايف ده بتلقانا كذا مره ذكرنا حته حمد الفكيدي، ولا هو حته حمد اسمه مالك عقار ده، فهمتها؟ بتلقانا كم مره اتكلمنا في جهات سياسيه يا ناس الهوسه، امشوا قولوا دايرين عموديه، دايرين مكوكيه او دايرين مك، فهمتها؟ يقوموا يفتنون كده. نحن سألنا وين مالك عقار، الزول قال لك مالك عقار جرى، خلى الحرب، خلى اهله بيتكتل هناك، بيتكاتلوا بموتوا هناك، فهمت؟ الان موقف مالك عقار وموقف لجنه اطباء السودان واحد، ارخص من ده الا ده. عشان كده بقول لك ده المصنوعين صناعه، والزول المصنوع ما بينفع. اذا الموهبه ما جبتها براك، ها ربنا داك ليها وجبتها براك، كان يجيبوا معاك جيوش العالم كله ما حتنجح، فهمت؟ الا الموهبه، كم في التعليق، كم في السياسة، كم في الرياضة، كم في الغنى، كم في أي حاجة. ما عندك موهبة ربنا أداك ليها، مهما نفخوك كده ورفعوك بوكمان، ما بتكون عندك قيمة، بتكون غث، فهمت؟ كغثاء السيل، ما في فايدة كويس. فأنا بقول لك إنه مالك عقار هو سبب الفتنة دي ذاته، الآن بيحملوه سكان النيل الأزرق الفتنة دي، من كل القبائل بيتهموا مالك عقار بالفتنة دي. عشان كده بقول لك البلد خطر، حكايتي قلتها وعندكم تركتها، فاحفظوها علها تنفعكم وعلها تنفعني. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تحية وسلاما.